قال وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله. قيل الصلاة قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ سيدنا أنس طبعا بيتكلم عن ضياع الصلاة بمعنى إخراجها عن وقتها، لأن الصحابة لم يكن فيهم إيه طبعا تارك، لم يكن فيهم من يترك الصلاة ولا في التابعين حتى رضي الله عنهم. لكن كان ممكن واحد يأخر الصلاة مثلا من التابعين عن وقتها. قال وفيه أيضا عن الزهري قال دخلت على أنس بدمشق وهو يبكي فقلت له ما يبكيك؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت، وهذه الصلاة قد ضيعت. والمراد بإضاعتها إخراجها عن وقتها، والمراد بالإضاعة هنا الإخراج عن الوقت. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال البيضاوي المفسر تركوها أو أخروها، يعني في إضاعة بمعنى الترك وفي إضاعة بمعنى التأخير عن الوقت. والثاني قول ابن مسعود مما يشهد الحديث سيدنا عمر يعني، ويشهد له ما رواه ابن سعد عن ثابت قال فقال رجل لأنس فالصلاة؟ قال جعلتم الظهر عند المغرب، أفتلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني سيدنا أنس أدرك الذين يصلون الظهر عند المغرب وكذلك العصر، اللي هو يعني إخراج الصلاة عن وقتها، فاعتبره الصحابة أنه من باب إضاعة الصلاة. وقيل المراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب لا عن وقتها بالكلية. يعني بعض العلماء قال المراد بالتضييع يعني تأخير الصلاة عن أول وقتها، لأن أول الوقت رضوان الله، ووسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت مغفرة الله. فكأن سيدنا أنس يرى أن إضاعة الصلاة يعني تأخيرها عن أول وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة دائما في أول وقتها ولا يؤخرها عليه الصلاة والسلام. فالصحابة يعتبرون أن من أخر الصلاة عما كان عليه صلى الله عليه وسلم يعتبر إضاعة له، ده من باب الورع طبعا. قال ورد بأن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرونها عن وقتها، فقال ذلك أنس، يعني أن الحجاج طبعا ومعظم أمراء بني أمية على العموم كانوا إيه يعني يؤخرون الصلاة عن وقتها. هذا هو ما جعل سيدنا أنس يقول ذلك.
الذين يصلون الظهر عند المغرب، فالمراد به الحجاج طبعا والوليد، ودول معروفين طبعا بالإيه، معروفين بال بتعد الحدود. وفي معجم الطبراني والأوسط عن أنس مرفوعا قال: ثلاث من حفظهن فهو ولي حقا، ومن ضيعهن فهو عدو حقا: الصلاة والصيام والجنابة. والمراد بكون المضيع عدو الله أنه يعاقبه ويذله ويهينه إن لم يدركه العفو، فإن ضيع ذلك جاحدا فهو كافر، فتكون العداوة على بابها. ده حديث مرفوع، حديث سيدنا أنس ده، اللي هو ثلاث من حفظهن فهو ولي حق، أي فهو ولي الله حق، ومن ضيعهن فهو عدو الله حق: الصلاة والصيام والجنابة، يعني الغسل منها، يعني الغسل منها، لأن يعني طبعا عدم الغسل من الجنابة يؤدي إلى بطلان الصلاة، فمن ضيع الغسل من الجنابة فهو عدو، ومن أفطر في رمضان فهو عدو الله حق، ومن ضيع الصلاة فهو عدو الله حق. لكن هنا هل العداوة على بابها، يعني العداوة هي عدو الله بمعنى أنه جاحد كافر؟ قالوا نعم، يعني إذا ترك هذه الأشياء وضيعها على جهة الترك وعدم الاعتراف بها، معنى الجحود، فهذا هو عدو الله، العداوة هنا على إيه؟ على بابها. لكن إذا تركها كسلا، ترك هذه الأشياء كسلا، فهنا العداوة ليست على بابها، يعني ولكنه يشبه العدو، يعني فيه إيه؟ فيه وجه شبه، فيه وجه شبه، إن لم يتب، بمعنى أنه يخاف عليه أن يموت عدوا لله تعالى، يموت كافرا. ثم كتب يعني سيدنا عمر في باقي الكتاب بعد الأمر بالمحافظة على الصلاة، وسيدنا عمر كان يوصي بهذه الوصية الجيش أيضا، الجيش الذي كان يخرج من المدينة كان يمشي معه إلى مشارف المدينة ويوصيه بالصلاة، ويقول لهم: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، فإني أخشى على الجيش من ذنوبه أكثر من عدوه، أكثر إيه؟ من عدوه. انظر إلى كلام سيدنا عمر رضي الله عنه، لأن القرآن قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، والقرآن قال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فكان دايما وصايا سيدنا عمر للعمال وللجيش الذي يخرج إلى الجهاد في سبيل الله. ثم كتب إليهم أي للعمال أن صلوا الظهر إذا كان الفيء زراعا، يعني الفيء المراد به الظل، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا، يعني طبعا لا يقدر على نقل الظل إلا الله، يعني هو الذي يحرك الشمس وهي سبب الظل.
قال أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا، بعد أي بعد زوال الشمس وهو ميلها إلى جهة المغرب، لما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، وهي اشتداد الحر في نصف النهار، وهذا ما استقر عليه الإجماع. وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة أنه جوز صلاة الظهر قبل الزوال، وعن أحمد وإسحاق مثله في الجمعة. المهم أن سيدنا عمر بيبين للعمال أن يعلموا الناس أوقات الصلاة، أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا، والفيء بمعنى الظل، هذه معنى الفيء. ومعنى إذا كان الفيء ذراعا، طبعا معروف أن الشمس تطلع من الإيه؟ من جهة الشرق، من جهة، وتغرب في ناحية الغرب، فحينما تستقر الشمس في وسط السماء، تصل إلى منتصف السماء، طبعا هيتغير الظل، بعد أن كان جهة الغرب يكون جهة الشرق بالعكس. فانتقال الظل جهة الشرق، يبقى الشمس بدأت تميل ناحية الغرب، يبقى وجب إيه؟ الظهر. لكن ما دام الظل ناحية الغرب يبقى لا تجوز صلاة الإيه؟ الظهر. يعني الإنسان ينصب عودا أو خشبة في مثلا في الشمس، يبقى يجد الظل ناحية الغرب، يبقى لم يجب الظهر. مالت الشمس، زالت عن كبد السماء، وأصبح الظل ناحية الشرق بمقدار ذراع، الذراع 58 سنتي، يعني نصف متر و8 سنتي، يبقى كده وجبت الايه؟ وجبت صلاة الظهر. وده استقر عليه الإجماع. كان في خلاف بين الصحابة في الأول أنه تجوز الصلاة قبل الزوال بقليل، والإمام أحمد قال تجوز صلاة الجمعة، يعني يؤذن لها قبل الزوال، لكن جمهور العلماء على أنه لا يجوز الأذان قبل الزوال، ولا تجوز الصلاة قبل الزوال، وهذا ما استقر عليه الإجماع. إلا أن يكون، أن يصير ظل أحدكم مثله بالإفراد، بمعنى يعني يستمر وقت صلاة الظهر إلى أن يصير الظل، ظل العصا أو ظل الخشبة أو ظل الإنسان مثله، بس مثله وذراع، لأن الذراع ده كان أثناء الزوال، فمش محسوب في الإيه؟ في الظل. يقول لك إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بغير ظل الزوال، يعني من غير الذراع، يبقى طول القامة وذراع، يبقى انتهى وقت الايه؟ الظهر، وبدأ وقت العصر، يعني وقت العصر يبدأ من القامة الثانية، الظل الثاني. والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، يعني ما دام الشمس مبيضة يبقى ما زال وقت العصر ممتدا، اللي هو الوقت الاختياري، إلى أن يصير ظل كل شيء إيه؟ مثله، لغاية نهاية القامة الثانية، يبقى يصير ظل كل شيء مثليه مرتين، يبقى مرتين وذراع، مرتين وذراع. إذا اصفرت الشمس، يعني قبل الظهر، قبل المغرب بربع، بساعة إلا ربع، يبقى دخلنا في وقت
الوقت الضروري، دخلنا في الوقت الضروري. الوقت الضروري اللي هو بالنسبة للعصر وبالنسبة للظهر، ولذلك يقال عن الظهر والعصر إيه؟ مشتركة الوقت، لأنهما يشتركان في الوقت الضروري من الاصفرار إلى الغروب، يشتركان معا في الضروري. هذه معنى كلمة مشتركة إيه؟ الوقت. إلى أن يكون أن يصير ظل أحدكم مثله بالإفراد. والعصر بالنصب، والشمس مرتفعة بيضاء نقية لم يتغير لونها ولا حرها. هذا وقت العصر الاختياري. قال مالك في المبسوط: إنما ينظر إلى أثرها في الأرض والجدر ولا ينظر إلى عينها، يعني لا ينظر إلى قرص الشمس، وإنما ينظر إلى يعني طول الآثار، طول الشخص، طول العصا، طول الخشبة، يعني أي شيء جعل علامة على الظل. عندنا ظل الزوال، وعندنا قامة بعد ظل الزوال، نهاية وقت العصر الظهر وبداية العصر، عندنا قامتان نهاية وقت الايه؟ العصر. قامتان وذراع، عشان الذراع ده ظل الزوال. وبعدين قال ايه؟ والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب. طبعا العرب ما كانش عندهم ساعات، فكانوا يقيسون الأشياء بالشمس والمسافات، بالشمس وبالمسافات. فسيدنا عمر هنا قال ايه؟ قدر ما يسير الراكب فرسخين او ثلاثة قبل غروب الشمس. قبل ايه؟ غروب الشمس. طبعا الفرسخ دي لغة فارسية، فارسية معربة. الفرسخ ثلاثة أميال، والميل ثلاثة آلاف ذراع. الميل ثلاثة آلاف، والذراع 58 سنتي عند الإمام مالك وأبي حنيفة، 58 سنتي. يبقى حوالي يعني 5 كيلو ونصف، 5 كيلو ونصف اللي هو الميل، 5 كيلو ونصف. الثلاثة أميال 5 كيلو ونصف. يبقى قدر ما يسير الراكب حوالي 11 كيلو، 11 كيلو أو ثلاثة، نحط عليها 5 كيلو إيه؟ ونصف تاني، يبقى حوالي 16 كيلو ونصف. ده كله ده وقت إيه؟ العصر، وقت العصر. نعم؟ لا، بالنسبة لوقت هو هنا الضابط بالمسافات، والضابط قال له والشمس مرتفعة بيضاء نقية، فإذا اصفرت دخلنا في الضروري. ده الضابط ده يعني الضابط الجغرافي ده أقوى من موضوع الساعات بالذات. يعني هو برضو يعني المسافات دي تقريبية، لأنه برضو في واحد يسرع، واحد مثلا يتوسط في المشي، لكن هي رؤية الشمس بيضاء نقية، يبقى هذا الوقت الاختياري. بدأ الاصفرار ده أمر ظاهر، والاحمرار كذلك أظهر، فهي يعني الضابط الاصفرار. ولذلك هنا سيدنا عمر قال والشمس مرتفعة بيضاء نقية، يعني لم يتغير لونها ولا حرها. لكن ده تقريب. سيدنا عمر قال قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس.
ولا شك انه في الصيف 3 ساعات بين المغرب والعصر، وفي الشتاء ساعتان وربع مثلا. والمراد ان يوقعوا صلاتها قبل الاصفرار، هذا هو المراد يعني. وان صلوا المغرب اذا غربت الشمس مبادرين بها لضيق وقتها، فهي لا وقت لها الا بمقدار تحصيل الطهارة وأداء 3 ركعات. هذا الوقت الاختياري للمغرب باتفاق أهل العلم. حتى سيدنا جبريل نزل مرتين في نفس الوقت عند غروب قرص الشمس في اليومين، فدل على أنه لا اختيارية لها. الإمام أبو حنيفة قال يعني إلى نهاية الشفق الأبيض، بس هو اختلف في هذا. والعشاء إذا غاب الشفق، والشفق هو الحمرة، في شفق أحمر وشفق أصفر وشفق أبيض. فالشفق الحمرة في الأفق بعد غروب الشمس، فإذا لم يبقى في جهة الغرب حمرة ولا صفرة وجبت العشاء عندنا في المالكية، وهي مقدرة بأربعين دقيقة بعد غروب الشمس. 40 دقيقة وجبت العشاء عندنا. أما انتظار الشفق الأبيض هذا عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، اللي هو ما عليه الناس الآن، حوالي 1.25 ساعة في الصيف في الشتاء، و1.5 ساعة أو أكثر في الصيف. ده على مذهب الإمام أبي حنيفة الذي ينتظر غياب الأبيض. لكن عندنا في المالكية الشيخ الدردري رضي الله عنه قال فإذا لم يبقى في المغرب حمرة ولا صفرة فقد وجبت العشاء. إلى ثلث الليل، قال وهو محسوب من الغروب، يعني دايما الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. يحسب إزاي؟ إذا كان الليل 12 ساعة كما في الآن مثلا، الشمس مثلا بتغرب على 5 والفجر يؤذن على 5 مثلا، إلا يبقى 12 ساعة، يبقى ثلث الليل كم ساعة؟ 4 ساعات. 4 ساعات يبقى من 5 إلى 9، يبقى هذه ثلث الليل الأول انتهى، ده وقت صلاة العشاء الاختياري. يعني نصليت مثلا بعد الأذان مثلا بنصف ساعة أو بساعة، أو صليت 8:30، لو عديت عن 9 يبقى دخلت في الوقت الضروري. وفي رأي طبعا عند المالكية ذكره الشيخ الصاوي المالكي في الحاشية، قال وقيل الاختياري يمتد إلى طلوع الفجر، قال وفي هذا فسحة، كالصبح في يعني فيها قولان، الوقت الاختياري إلى الإسفار وقيل إلى طلوع الشمس، قال وفي هذا فسحة أيضا. بعدين سيدنا عمر يقول فمن نام، يعني قبل صلاة العشاء، فمن نام فلا نامت عينه، 3 مرات، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، قال دعاء عليه بعدم الراحة، يعني إن شاء الله ما يشوف النوم. قال فلا نامت عينه يعني بالإفراد، يعني الجنس، جنس النائم عموما يعني. فمن نام فلا نامت عينه، قال ذكره 3 مرات زيادة في التنفير عن النوم، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام قبل العشاء فلا نامت عينه، يعني هذا اقتبسه سيدنا عمر في كتابه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه البزار عن عائشة. وفي الصحيحين عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم بعد العشاء والحديث بعدها، الحديث الدنيوي يعني، الحديث قبل العشاء، النوم قبل العشاء،
والحديث بعدها بعد صلاتها يعني. حتى الإمام النووي في رياض الصالحين قال باب كراهة السمر بعد العشاء. يستثنى طبعا يعني حديث للضرورة كحديث العلم مثلا أو قضاء الحوائج التي لا بد منها يعني. قال الترمذي كره أكثر العلماء النوم قبل صلاة العشاء ورخص فيه بعضهم، وبعضهم في رمضان خاص. نعم، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، قيل هي ما بين المغرب والعشاء، لأن هي ناشئة الليل، لأن الناشئة هي أول الشيء، أول الشيء، فهي هي التي نص عليها القرآن، يعني يواطئ فيها يعني العمل والقلب، يعني القلب يكون موافقا للعمل وحاضرا فيه. الأعمال الصالحة اللي هي يعني الصلاة، ولذلك يعني كان صلى الله عليه وسلم يصلي بين المغرب والعشاء، قيل يصلي 6 ركعات، وفي رواية كان يصلي 20 ركعة، يعني يملأها عبادة. أي قيل هي صلاة الأوابين. قال ورخص فيه بعضهم، يعني رخص النوم قبل صلاة العشاء، بس طبعا رخص لمن احتاج إليه، يعني لو واحد مثلا احتاج إلى النوم قبل العشاء فنام فلا شيء عليه للضرورة يعني. ورخص فيه بعضهم في رمضان خاصة لقيام الليل. قال الحافظ ومن نقلت عنه الرخصة في النوم قبل العشاء قيدت عنه في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه، أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم. قال وهذا جيد، يعني ينام لكن عنده من يوقظه، أو هو تعود على ذلك، يعني ينام ساعة ويستيقظ، فده لا شيء عليه، هو الخوف من ضياع صلاة العشاء. حيث قلنا إن علة النهي هي خشية الخروج الوقت، وحمل الطحاوي الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء والكراهة على ما بعد الدخول، يعني الرخصة في من رخص النوم قبل العشاء قبل دخول وقتها، أما بعد دخول وقتها فيستحق الدعاء عليه. وصلوا الصبح والنجوم بادية، أي ظاهرة مشتبكة. قال ابن الأسير اشتبكت النجوم، أي ظهرت واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها، يعني لأن النجوم تبدأ واحد واحد، لكن حينما يشتد الظلام تشتبك تشتبك النجوم. ده دليل على يعني أن وقت صلاة الصبح يعني يكون في الغلس، يعني في شدة الظلام، لأن النجوم مشتبكة اللي هو التغليس. وشاهد هذه الجملة من المرفوع، وشاهدوا هذه الجملة من المرفوع ما أخرجه الإمام أحمد عن أبي عبد الله الصنابحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب انتظار الإظلام مضاهاة اليهود، وما لم يؤخر الفجر لمحاق النجوم مضاهاة النصرانية، اللي هو تضييع صلاة المغرب وصلاة الصبح. وبذلك انتهينا من هذا شرح هذا الحديث، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.